بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحباب، أسباب الفجوة بين الآباء والأبناء، الجزء الثالث، عنوان الحلقة عودة أب، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدينا الكرام، بننوه إن يعني استمرارا بهذا الملف الشائك والملف المهم جدا، والذي يخاطب الكل، يخاطب الأب ويخاطب الأم ويخاطب الابن ويخاطب البنت، حلقة اليوم بنركزها على شيء مهم جدا. قبل ما نتكلم ونقول إحنا بنخاطب مين في حلقة اليوم، أنا أحب أنوه إن أنا بشكر حضراتكم على التعليقات التي تأتي إلينا عبر رسائل SMS. نشوف برضو استمرار لهذا، رسائل جميلة جدا وتعليقات جيدة جدا، وتعليقات بتبين وتوضح وبترشد إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الفجوة الحقيقية الموجودة في كل بيت. نعم، في كل بيت، هنتأكد من هذا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا مشاهدينا الكرام، أنا في انتظار حضراتكم، في انتظار الرسائل، ونشوف أفضل تعليق حياتي إلينا في حلقة اليوم ونقوله في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى كما تعودنا في الحلقات السابقة. أيضا أحب أنوه لشيء مهم جدا، استمرارا لما قلناه من قبل وما قلناه هنا في قناة الرحمة وفي برنامج مجلس الرحمة، من أجل التواصل مع المشاهدين، من أجل التواصل مع الهيئات، مع المدارس، مع الجامعات، مع النوادي، إلى غير ذلك من أمور، على الرحمة والسعة في كل مكان، زي ما كنا في دمنهور وكنا في السويس وكنا في الشرقية وكنا في طنطا. اليوم بنقول بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك هيكون في ندوة مهمة جدا. المهم فيها والجديد فيها أنها ستخاطب الصم والبكم، ستخاطب الصم والبكم في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 6:30 بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله. سنلتقي في ساقية عبد المنعم الصاوي يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصص من القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ضيف النهارده ضيف محبوب جدا ما شاء الله تبارك وتعالى، برنامج على فين يا شباب الذي كان يعرض في رمضان ما شاء الله تبارك وتعالى لقى القبول وكتب الله له القبول في الارض ما شاء الله تبارك وتعالى. ضيفنا وضيفكم الدكتور حازم شومان. اهلا دكتور حازم. اهلا وسهلا، منورنا. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك وسعداء بتشريفك معنا في حلقه دي. جزاك الله خير. المشاهدين الكرام، احنا بنقول الفجوه بين الاباء والابناء، انا عايز حضراتكم تركزوا معانا النهارده. انا برضو بأنادي وبخاطب الكل اللي عنده مشكله، البنت اللي عندها مشكله مع والدها ووالدتها، الاب اللي شايف مشكله من مراته، الزوجه اللي شايفه مشكله من زوجها واولادها، تعالوا نسمع بعض، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا نشوف ناخد العبره والعظه من بعض عشان نتعلم. لان انا بقول لحضراتكم ان في نماذج واقعيه وهناك نماذج ماساه. نماذج ماساه ان شاب بيقول ابويا عنده حاله سرطان، عنده مرض السرطان، بيقول انا ما شفتش من ابويا حاجه حلوه خالص في حياتي، اروح ازوره ولا لا؟ شوف وصلنا لدرجه ايه. اقول لك الاتصالات، الام اللي بتبكي بتقول انا زوجي سابني وساب عياله ومشي وانا مش عارفه اربي عيالي، اعمل معاهم ايه؟ البنت اللي قالت لنا في الحلقه اللي فاتت، حلقه الثلاثاء الماضي، بتقول انا امي قلبها جامد عليا، في جفاء بينه وبينها، سابتني في الشارع لغايه ما ابن الحلال شافني اتجوزني وخلفت منه. الام اللي بتتكلم من السعوديه بتقول انا زوجي سابني ما تسالش عليا، سايب عياله ومنتبه لزوجته الثانيه وعيالها. في مشكله، احنا بنخاطب اليوم الاب اللي مسافر وسايب ولاده، بنخاطب الاب اللي سايب ولاده بيقول انا بجيب فلوس. طيب بنخاطبك بنقول لك خد بالك، كل اب مسافر بره وسايب ولاده. الاب اللي شغال النهار وبيقول انا ما عنديش وقت اقعد مع عيالي. تعالوا نشوف الدكتور حازم شومان هيقول لنا ايه في النماذج الواقعيه، ونشوف عنده ايه في هذه المساله في البدايه. نعم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني حضرتك اثرت قضيه ان في فجوه. نعم، فجوه
يعني حضرتك انا ممكن ايه نستعمل لفظ في كارثه صحيح مش في فجوه يعني احد النساء كانت اتصلت في احد البرامج فبتقول انا والدتي ست كبيره وعجزت وبقى طرحت الفراش لدرجه انها بتقضي حاجتها في الفراش وجات عاشت معاها في يعني ايه معاها وزوجها فمره دخلت عليها لقت والدتها ست كبيره عجوزه ما قدرتش تتملك نفسها فلقت الفراش بتاعها متسخ وكانت بتغلي ميه على النار جرت جابت الميه من على النار كبتها على والدتها فبتقول انا امي ماتت في نفس اليوم فهل انا كده عليا ذنب هل انا كده مذنبه قتلت امها يعني انت متخيل لما واحده امها استحملتها طول عمرها وفي الاخر تقتل امها احنا وصلنا لفين يعني احنا يعني لازم نفير نقطه احنا وصلنا لفين احنا واقفين فين المجتمع الوقت بيمشي ناحيه تهويه احنا بننهار لو ما انتبهناش يعني انا اعرف احد الناس يعني الله يرحم الجميع وكانت امه طعنت في السن قرابه 100 سنه وكانت طرحت الفراش وبتقضي حاجتها في مكانها ومشلوله وما تقدرش تقوم تشرب ولا تقدر تعمل اي حاجه هذه الام يعني مره دخل عليها فوجدتها برده ايه لا ما قدرتش تتملك نفسها يعني السرير مش نظيف فضل نزل عليها ضرب وهي بتصرخ والناس سامعه بره البيت صراخ هذه الام هذا الرجل لما زهق من امه عمل ايه قفل البيت وسافر وساب امه لا مية ولا أكل ولا رعاية ماتت بعد كذا يوم يعني رحمها الله ماتت بعد كذا يوم والجيران هم اللي اكتشفوها فتح عليها الباب فاحنا وصلنا لإيه لما بقى ماشي في الشارع على أمي بتوقفني دموعها مغرقة عينيها في الشارع وتقول لي ابني ده هو أنا ما عادش عارف أعمل حاجة سبحان الله أما لقي تليفون جاي لي أمي بتبكي منهارة ابني مش عارف أعمل معاه إيه الشكوى دي في كل مكان الوقت مش عارف أعمل معاه إيه مش عارف أعمل مع بنت إيه هل وصلنا للدرجة دي الأمهات بقوا بيشحتوا ولادهم خلاص استغنى عنهم وسابوهم واتجوزوا السبب يا دكتور حازم من وجهة نظرك ايه السبب في الموضوع ده ايه اللي وصلنا للدرجة دي اللي وصلنا للدرجة دي اسباب كتير جدا يعني الفجوة دي يعني ايه كل واحد حفر فيها حتة نعم ولكن اول واحد حفر فيها واكبر حفرة فيها بسبب الاب عشان كده فعلا العنوان بتاعنا او الموضوع بتاعنا الليلة عودة اب الاب لازم يرجع ويشيل مسؤوليته هو انت الوقت لما بتسيب مكانك ما تزعلش ان اي حد هيدخل ما تزعلش ان اي حاجه هتحصل انت دلوقتي مستني على اولادك لغايه فين لغايه ما يجي لك ابنك متورط صديق شيكات زي الاف الشباب لما يجي لك ابنك مضروب مطوه في شكل عشان بنت زي مات الشباب لما يجي لك ابنك مدمن زي الاف الشباب لما زي ما يجي لك بنتك ضاعت خلاص انتهت انهارت في اي قصه بره زي الاف البنات لما يجي لك بنتك غيرت دينها على النت بسبب اي حد ضحك عليها زي قصص كتير دي بنسمعها لما يجي لك ابنك دخل احداث وهو لسه ما جاش 15 سنه لما جه لك ابنك سقط واترفد من الجامعه مستني ايه انك انت ترجع وتقوم بدورك ارجع هيتقال لك ممكن حد من الاباء الان بيتفرج عليك انت بتقول عاوز اتقبل يا دكتور حازم طب انت بتقول انا عايز اخاطب ابني واقرب من ابني بدل ما يروح هنا ويبقى هنا طب انا هفضله هل انا هقعد معاه 24 ساعه في البيت هاكله منين طيب انت لو مش فاضي لابنك هتفضل مين مين اغلى حاجه عندك من ابنك ما هو ابنك انت بتقول انا بامن لابني مستقبله هو تامين مستقبل ابنك انك تجيب له فلوس ممكن يضيعها في لحظه تضيع في لحظه ومش تامين مستقبل ابنك انك تشوف ابنك صاحب مين ومش تامين مستقبل ابنك انك انت تعلم ابنك وتفهمه الحياه ومش تامين مستقبل ابنك انك انت تنقل له خبرتك في الحياه وتعرفه دينه وكله هو كل ده مش تامين مستقبل وشويه الفلوس دي اللي الاولاد بيضيعوا وقت في لحظه دي تامين المستقبل هو ده ثم مين اللي قال انا ما عنديش وقت الكلمه دي مش صح انا مش عايز اقول الكلمه دي كده هو ما عندوش بال ما فيش حد ما عندوش وقت اكتر واحد مشغول في الدنيا عنده وقت كتير جدا الظروف الاقتصاديه يا دكتور حازم انت مش شايفها ومش حاسس بيها الظروف الاقتصاديه الاب اللي بيبقى عنده دروس عنده اولاد عندها دروس عايزين دروس خصوصيه عايزين مصاريف للمدارس عايزين مصاريف للبيت عايزين مصاريف لللبس والاكل والشرب كل ده هيجي منين بص يا سيد الفاضل دلوقتي ما حدش يقدر ينكر الظروف الاقتصاديه ولكن انت عارف الاب اللي بيقعد يشتغل ويقول اجيب فلوس عامل زي ايه بالظبط هيحط فلوس في ايد ابن مش متربي زي بالظبط واحد جاب قنبله وحطها في ايد طفل عشان يبقى قوي هيعمل بقى ايه هتنفجر فيه انت بتضيع ابنك انت ابنك لازم يتربى اقل فلوس مع ابن متربي هيعرف يستثمرها في الحياه وربنا يفتح عليه ولكن انت دلوقتي مسافر بره احنا يعني احنا الليله بنتكلم مين احنا بنتكلم كل واحد سافر بره في عقد عمل وبيرجع شهر ولا اسبوع في السنه ضيف ضيف على اولاده حتى لو جه يكلم ابنه انت بتكلمني ليه انت بتزعق لي ليه ابنه يقول له كده احنا بنتكلم كل اب شغال ليل نهار ليل نهار ليل نهار ويقول لك انا مش لاقي وقت مش للحمك ودمك لضمك بنكلم كل اب مطلق مراته 2 مليون قضيه طلاق في المجتمع بتاعنا غير اللي تم الطلاق بتاعهم كل اب مطلق مراته العيد اللي بعد اسابيع ده مين هيجيب لنا كسوه العيد مين هيجيب لنا العيديه
مين اللي هيفرح ابنك؟ مين اللي هيجيب لابنك كسوة الشتاء والصيف؟ لو حصل مشكلة في المدرسة مين اللي هينزل لابنك زي بقية الآباء؟ مين اللي لو ابنك عايز نص الليل هينزل بيه وديه مستشفى ولا دكتور؟ يعني انت اضعف الايمان ترجع امه وتتقي ربنا وتلم بيتك. ما انتش قادر تعمل كده كمان راب ابنك. يا تربية الابناء حكمها ايه؟ تربية الابناء تعالى نشوف يعني تربية الابناء وتشوف بعض الناس اللي هتتكلم عليهم دلوقتي بعد الاتصال. نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ شادي. كيف حالك؟ اهلا وسهلا الله يكرمك. كيف حالك شيخ ملهم؟ الله يبارك فيك الله يكرمك. والله احنا بنحبك بالاردن. ربنا يحبك يا رب. ربنا يبارك فيك. كل اخواني والله بحبوك. اهلا وسهلا الله يكرمك. نسلم على الشيخ حازم. دكتور حازم منور. اللي من كثر ما بتجذبني الحلقه يعني اني بلتبس لاسمك اذا السبع في الصوت. بس ربنا يكرمك. الله يخليك يا شيخ حازم. كيف حالك؟ الحمد لله يا اخي. بارك الله فيك يا اخي. استاذ شادي. نعم. من وجهة نظرك أسباب الفجوة بين الآباء والأبناء إيه؟ والله لأنه في بين الآباء والأبناء إنه في حاجز يعني إنه يتحدث الأب مع الابن. في بكون حاجز بينهم بين بعض. تمام. حاجز كبير كمان. جميل. إنه في حواجز بين الآباء والأبناء. والله في حاجز كبير. تمام. ربنا يخليك. الله يخليك. شكرا. الله يتقبل يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أم منى. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك. اهلا. الحمد لله في نعمه. والله الشيخ حازم منور ما شاء الله. والله يزكي. والله يا استاذ ملها. نعم. انا كنت نتصل بيك ونقول لك استضيف الاستاذ الدكتور حازم. ده برنامجه والله العظيم. عليه والله. والله هو طول رمضان منورنا واحنا بنستنوه الاسبوع للاسبوع. ربنا يكرمه. والاسبوع للاسبوع ما يكفيش. نعم والله. يلا يا ام منى قولي رايك بقى في موضوع اسباب الفجوه بين الاباء والابناء. ايوه. بالنسبه للابناء والاباء لازم يكون في تفاهم بين الاثنين. علشان هم في سن والاباء في سن. فلازم يكون بينهم تفاهم علشان يعني يبقوا الاثنين متفاهمين ماشيين في سير واحد. نعم. طيب تمام. ربنا يكرمك حاجه منى. شكرا جزيلا. اتصال من اسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ حميد. ازيك يا استاذ العظيم؟ الله يكرمك ويعزك يا رب. الله يكرمك. كيفك كيف حضرتك؟ الحمد لله في نعمة. الحمد لله. والله نورت الشاشه والله العظيم. انت اللي منور بمدخلتك معانا ان شاء الله. والله العظيم الناس هنا باسبانيا والله يفرحوا بقناه الرحمه. اقسم بالله العظيم يا حبيبي. خلاص يا رب. ربنا يرزقك. والله العظيم نورت الشاشه وحضرتك وحضره محمد حسان وشيوخ الرحمه. والله العظيم اكون في العمل حبيبي واتمنى متى اكون في البيت افتح التلفزيون اشوف قناه الرحمه. والله العظيم. قول لنا يلا بقى اسباب الفجوه بين الاباء والابناء. والله يا حبيبي مشكل حاجز ما بين يعني مشكل ما بين الزوجه والزوجه. جميل. والله يا حبيبي شنو نقول لكم يعني عندي سؤال لو سمحت. نعم. لحضره الشيخ. نعم. هل يجوز لمسلم ان يتزوج وهو مقيم الديار الاوروبيه وزوجته في المغرب؟ طيب ده يعني استاذ حضرتك يعني نعطيه لبرنامج فتاوى الرحمه هم يجيبوا علينا في هذا السؤال باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. ابو كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتكم جزاكم الله كل خير. ربنا يكرمك ويعزك. والله يا شيخ هو يعني هو بالنسبه طبعا للفجوه اللي حضرتكم بتتكلموا عليها هو عدم التفرقه اولا ما بين الام والاب بالنسبه للاولاد والاباء والابناء. ده حل بقى. يعني عدم التفرقه يعني ما يميزش واحد عن واحد بالنسبه للاولاد او الابناء يعني بيخلي كله طبعا في مستوى واحد عشان ما يحصلش عمليه غيره او عمليه مثلا ايه ان الاب والام مثلا بيحبوا ابنهم دوت وما بيحبوش ابنهم دوت. تمام. ولازم طبعا بيبقى في اداره طبعا بالنسبه للاب والام اداره كامله ومحكومه يعني كانهم بالظبط يعني اداره بس اداره برفق يعني هم برضه بيعاملوا اولادهم برفق وحنيه وفي نفس الوقت ولا بيشد ولا بيرخوا بحيث ان هم طبعا يعني بيحسسوهم ان هم برضه يعني اصحاب ليهم يعني. صحيح. وجزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. استاذه مروه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يعني انا كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده برضه يعني انا بعاني من المشكله دي يعني. قولي مشكلتك. ان انا عندي يعني مفيش نطاق للكلام اصلا مع بابا وماما ولا ايه السبب؟ السبب ان هما يعني عايزيننا نبقى ماشيين صح على طول ما نغلطش على طول
مش عارفين الطريقه اللي يتكلموا معانا بيها, ان هو مش لازم وهما بيكلمونا يقولوا ده صح وده غلط, بس يعني المفروض يكلمونا بطريقتنا يفهموا ازاي احنا بنفكر عشان يعرفوا يكلموا معانا. هم اصلا يعني هو المفروض ان احنا اللي نعرف ازاي نكلمهم, ازاي احنا اللي نطلع لمستوى تفكيرهم. انت شايفه مروه, انت شايفه العيب في مين؟ شايفه العيب في مين؟ احنا مش عارفين نوصل لهم وهم مش عارفين يوصلوا لنا, فهي بتيجي من الحته دي الفجوه. طيب يعني طيب حاضر, تابعينا حاضر ان شاء الله. استاذ نادي. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازي صحتك؟ الله يكرمك. والله بحبك في الله. ربنا يحبك يا رب. وممكن اكلم دكتور حازم؟ اتفضل. نعم. ازيك يا شيخ حازم؟ اهلا وسهلا يا اخي. اهلا والله انا بحبك في الله. احبك الله. اقسم بالله كل برنامج بحث قدامه ساعه ما تيجي والله اقسم بالله بتهز الواحد من جوه. ربنا يبارك فيك والله, وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بدخولك الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. اللهم جميعا ان شاء الله الكل يا رب. نعم. اللهم امين. يلا قلنا استاذ نادي الاسباب الفجوه. الاسباب الفجوه في الملم هو البعد عن طاعه الله عز وجل. الله. فالله عز وجل يقول نصر الله فانساهم انفسهم. فكل انسان ما بيبعد عن ذكر الله وعن طاعه ربنا سبحانه وتعالى الانسان يتوقع اي حاجه تحصل. تمام. ربنا يكرمك استاذ نادي. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. وحاج ام ممدوح وحاج ام محمود. السلام عليكم. اهلا يا حاج ام محمود. ازي حضرتك يا استاذ ملحم؟ اهلا وسهلا. ربنا يكرمك. الله يكرمك ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك يا رب ويبارك في الشيخ حازم يا رب. الله يعينك ويجزي عنا كل خير. امك ام محمود بتدعي لك يا شيخ حازم. ان ربنا يبارك لك. امتعتنا في رمضان وكانت حلقاتك كلها جميله. ربنا يبارك فيك يا رب. والله العظيم في شباب كتير اتاثر بالكلام بتاعك, فانا عايزك تزود كل الحلقات دي وتتعاد من اول وجديد ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم ربنا يكرمك يا ابني يا رب ويديك الصحة والعافية ويبارك لكل العاملين في قناة الناس يا رب ويجعلهم في ميزان حسنات إن شاء الله. الله. بالنسبة للفجوة بقى أي. أنا عايز أقول زي ما الأخ قال قبل كده الوزع الديني مهم جدا, وبعدين الصداقة لازم أكون صديقة لابني وبنتي أخذ منهم وديهم. تمام. يعني أكون حنينة وبرضه أتقرب بالذات الأم للبنت والولد للأب. فاني اصلا ملهم صحيح. فيعني احنا لما بين اصدقاء يحكي لي واحكي. ربنا يكرمك حاج ام محمود. ربنا يبارك فيك. نورت قناه الرحمه. شكرا جزيلا. طيب نعود بقى بنقول يا دكتور حازم مساله تربيه الابناء حكمها بالنسبه للاب ايه؟ تربيه الابناء يعني كثير من الناس بيظن تربيه الابناء دي حاجه ايه, عشان الدين, عشان الام, عشان الاسره, عشان تربيه الابناء دي فرض, دي جنة أو نار. يا الله. يعني قضية تربية الأبناء دي قضية جنة أو نار. يعني إيه جنة أو نار؟ يعني كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة تربيتك لابنك وتربيتك لابنك بتتوقف مصيرك فيها. يعني على سبيل المثال ساعة العرض على الله اللي هو أخطر موقف في حياة الإنسان كلها وفي مصير الإنسان كله, الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. الله. وكلكم كلكم مسؤول. ده محتاجة كلكم مسؤول. دي محتاجة وقفة. محتاجة ألف وقفة. محتاجة ألف كلكم راع وكلكم مسؤول. وكلكم مسؤول يعني عن رعيتكم. اللي بيتفرج علينا يعني الأم اللي قاعدة تتفرج علينا هتتسألي هتتسألي عن جوزك وهتتسألي عن بنتك وهتتسألي عن ابنك. اللي بيتفرج علينا هيتسأل عن مراته وعن ابنه وعن بنته. البنت هتتسأل عن أبوها وعن إخواتها. الأخ هيتسأل عن أخته وعن أبوه وعن أمه. وكلكم مسؤول. كلكم مسؤول دي إحنا ممكن نجيب ورقة ونكتبها على ظهرها بخط كبير وتعلقيها في أوضتك والأب يعلقها قدامه والابن يعلقها قدامه ويفتكر كلكم مسؤول. ده بعض العلماء قالوا إن الأب هيسأل عن الابن أمام الله قبل ما الابن هيتسأل عن الأب. لا نقول الجملة الثانية. الأب سيسأل عن الابن قبل ما الابن هيتسأل. الأب هيسأل عن بر الأبناء قبل أن يسأل الأبناء عن بر الآباء. طب مش هيكون لي عذر يا دكتور حازم لما أقول يا رب طب أنا أنت كنت عارف ظروفي وأنا فقير ومسكين وعايز أربي عيالي تربية صح. يا رب انا كنت لي عذر ان انا عايز امن مستقبل عيالي. دي زي بالظبط اللي يقول يا رب انا ما كانش عندي وقت اصلي. ده فرض وده فرض. دي جنه ونار ودي جنه ونار. بالظبط. بل سوء الخاتمه
سوء الخاتمة عقوبة من الله والعياذ بالله للي بيعتدي على مراته وولاده وما يدوش حقه. يعني احد الناس الله يغفر ليه ويرحمه يعني كان مراته وولاده مبهدلهم اخر بهدلة مقطعه بيطردهم لدرجة انهم طردهم مرة قعدوا يعني في مكان زي الشارع كده مكان ما لهمش مأوى قعدوا اكتر من اسبوع يعني كانوا حتى بيقضوا حاجتهم في حاجة ما لهمش مكان يروحوه على الاطلاق. هذا الرجل لما كبر اولاده ومراته سابوه وراح عاش في مكان تاني كبر عجز مرض بأجرانه يعني كل شوية يروح يشوفوه محتاج حاجة ينقلوه المستشفى لو تعب. فيعني أحد الناس جيرانه بيقولي بلانا نشم من شقته ريحة صعبة جدا فبلغنا ابنه مرضاش يجي الريحة كل يوم بتزيد جدا بلغنا ابنه لما بلغ يحس ان في خطر جه فتحنا الشقة لقينا ابوه ميت ومتحلل ومتعافي جينا نرفع جثة ابوه كل ما نرفع لحمه بيقع بيقول واحنا بننزله من سلم البيت طول ما احنا بننزله لحمه بيقع ربنا يعافينا يا رب. يعني سبحان الله انا بحس كده ان انت لو قطعت ولادك انت حر ربنا يعمل فيك ايه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الاب لازم يرجع يعني كلكم راع وكلكم مسؤول طب مساله الحديث الصحيح الاخر اذا مات ابن ادم انقطع عمله كلمه انقطع عمله وربنا قال فاصابكم مصيبه الموت. ليه الموت مصيبه؟ عشان الكلمه دي انقطع عمله عملك هيتقطع هينتهي زي ما الكهرباء بتتقطع انتهت أيه. ما عادش في رصيد بيجي اللي انت عملته انتهى الا من ثلاث. يبقى الواحد نايم في قبره ممكن والعياذ بالله بيتعرض لعذاب على ذنوب على معاصي على امراض قلوب فيه على كبائر عملها فجأة يلاقي باب رحمة فتح فجأة يلاقي عذاب يترفع ليه ولد صالح يدعو له والعلماء قالوا ولد صالح كلمة صالح دي شرط لازم تربي ابنك يبقى صالح عشان لما يتقالك يستجاب. بعض العلماء قالوا لو الابن مش صالح لا ينطبق على الحد لا حول ولا قوة الا بالله بل ممكن الواحد بعد ما يجاوب على اسئله القبر الثلاث وبعد ما يبعث في مأمن وبعد ما ياخد كتابه بيمينه وبعد ما يعدي الصراط وبعد ما تطب كفة الحسنات باليمين وبعد ما بياخد كتابه بيمينه وهو جاي يجري على الجنة عند القنطرة اللي ما بين النار والجنة بيجري على الجنة يلاقي ناس مسكت في مين ابنه بنته مراته ايه انتوا عايزين مني ايه؟ ابنه يقول له انت ما علمتنيش دين انت ما عرفتنيش ربنا انت ما حببتنيش في ربنا ما خفتنيش منه. مراته تقول له انت سبتيني لوحدي كنت اشيل الحمل ازاي كنت اربيهم ازاي. بنته تقول له انت ما علمتنيش حجاب انت ما عرفتنيش طريق ربنا ما عرفتنيش اعمل ايه. يعني القصه اللي حصلت قصه المشهوره نعم عند كثير من الناس الاب اللي ابنه جاب قلم في المصدر وقعد يكتب على الانتريه ولا على الكنب فالاب يعني اتنرفز طبعا وصرف فلوس قام جاي مقيد ايدين ابنه في الكنبه وسابه ونزل والام مرعوبه من الاب انها تفك ابنها. جه رجع لقى الابن بيصرخ بصوت مغمى عليه الواد حصل في ايده غرغرينه راحوا المستشفى قالوا لازم تتقطع ايديه عملوا عمليه قطعوا ايديه الابن الولد لما صحى من النوم ولقى ايديه مقطوعه قعد يصرخ ويبكي لابوه يقول له بابا رجع لي ايدي وما قلتش اعمل كده تاني. الموقف ده بيقطع في القلب اللي يقطع في القلب اكتر لو ابنك جالك يوم القيامة مسك فيك وقال لك بابا رجعني وانا هصلي. لو بنتك جات مسكت فيك يوم القيامة وقالت لك بابا رجعني وانا هلبس حجاب. لو بنتك جات مسكت فيك يوم القيامة قالت لك يا ماما رجعني وانا هعبد ربنا وهحفظ قرآن. لو بنتك جات مسكت فيك يوم القيامة قالت لك يا ماما رجعني وانا هعبد ربنا وهل يعني الموقف رهيب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكلكم ربنا يستر يا رب. الاب اللي مسافر نخاطب برضه ايضا مره اخرى الاب اللي مسافر وساب ولاده وبيرجع لهم ضيف اسبوع في كندا الاب اللي مطلق ورامي ولاده نركز عليها شويه ورامي ولاده ورامي مراته ورامي ويقول لك خلاص. طب يا اخي انت بتكره مراتك ذنب ولادك ايه يا اخي انت بتكرهي جوزك ذنب العيال ايه تحطمي صوره الاب عند عياله ليه ده بالنسبة لهم صمام امان في الحياة. انت وابوه حتى لو متطلقين زي شرطين القطر الابنك عمره ما هيوصل لحاجة في حياته الا على شرطين زي القطر بالظبط الا على شرطين سواء متجوزين او منفصلين لازم الاثنين يبقى لهم دور في تربية الابن والبنت تمام. وإلا ازاي يبقى الجزء الاول اللي هي مسألة تربية الابناء فرض على الابناء احنا بناخد منها الشعار قول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نتذكر ايضا حديث المصطفى اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ونتوقف مع كلمة انقطع ان انت عملك كله بينقطع حياتك كلها تنقطع الا ابنك من ابنك ساعتها لو انت ولد صالح لو انت مت مين اللي هيديها لغيره لو انت وقعت مين اللي هيشيلك غيره. طب لو العلاقة وحشة بينهم الاثنين هيدعي له ولا يدعي عليه؟ لو العلاقة وحشة اه هو مش هيدعي عليه لان ابوه بس مش هيدعي
طب الاخ اللي احنا قلنا عليه ان هو ابوه ان عنده سرطان اللي عنده ابوه عنده سرطان ويقول انا ما شفتش حاجه حلوه منه ازوره ولا لا؟ ما هو الوقت يا استاذ ملهم انت قلت لي قبل حاجه انا برضه عايزك تقولها لنا وتوضحها لنا لان دي امر مهم جدا. حضرتك لما قعدت مع الشباب امبارح او اليوم قالوا لك ايه؟ والله هو انا يعني ايه انا موضوع عودة اب يرجع بيته عودة يرجع مكانه عودة اب يعني الواحد كان متخيل ان الموضوع الحيوي بين الوالدين. انا لم اكن اتصور ان الشباب جواه كمية هذا الكبت. انا اول ما بكلم الشباب بحس انه بينفجر. يعني انا عايز اقول للاباء والامهات رسائل اولادكم مش هيقولها لكم مش هيوصلها لكم. رسائل كتير جدا اللي اولاد مش هيرضوا يقولوها. البنت كانت يعني امها قاعده في قاعده كده والبنت بتتباهى قدام الام بتتباهى قدام الناس. انا بنتي ما بتخبيش عليا حاجه ابدا وبنتها واقفه وراها ربنا يعافينا رب طلع لسانها يعني بتضحك على امها. بعد ايام اكتشفوا ان البنت متجوزه عرفي يبقى اذا مش عايزين نتخانق يا جماعه. احنا عايزين نفوق. اولادكم عايزين يوصلوا لكم رسائل كتير جدا لازم تعرفوها لازم تسمعوها. اولادكم عايزين يقولوا لكم سووا بينا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يخلو لكم وجهه ابيكم اخوات سيدنا يوسف. الابن لما بيدخل الاولاد على الاب بيبص ابوهم ضحك لمين اكتر فرح بمين اكتر تعبيرات وشه لمين اكتر. لما لقوا تعبيرات وش ابوهم ليوسف كانوا هيقتلوا يوسف. سووا بين الاولاد ما تشتمنيش. ابنك بيقول لك كده ما تشتمنيش قدام اصحابي. ما احترمني قدام اصحابي احترم اصحابي لان ده احترام. خد رايي ابني لي شخصيا عيني ان انا برك. ما تجيش تطردني بعد عمر طويل سبتني اتفرج على كل القنوات الفاسده في الدش واسمع الاغاني المحرمه وادخل على النت زي ما انا عايز في اي موقع. بعد عمر طويل ما علمتنيش احب ربنا ولا اخاف منه. بعد عمر طويل كنت بتضربني لو الدرس راح مني او المدرسه اتاخرت عليها وما تضربنيش لو ما صليتش. بعد عمر طويل ما حسستنيش ان حفظ القران ده حاجه في حياتي. بعد عمر طويل كل ده حصل فيه انت جاي بتطردني ده وده دي. كله ده من خلال الواقع من خلال الشباب اللي هم عايزين يقولوه للاباء بس هم مش عارفين هم لان هم يقول لك ابويا مش عارف مش عايز يسمعني ابويا مش عاوز يسمع وجهه نظري ابويا مش عاوز يسمع انا بشتكي ليه او انا بقول له ايه. اللي يكسر الفجوه دي هو الاب لما الاب يجي يتكلم على الابن. الاب هو اللي يكسر الفجوه دي مش الابن. هنشوف الموضوع ده طيب. بس انا عايز اقول لك قبل ما نستقبل اتصال انت منور. الله يخليك يا استاذ منور. نستقبل اتصال اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا استاذ حاجه ام كريم. اهلا وسهلا. معلش انا اسفه يعني بقول لحضرتك انت حضرتك دلوقتي بتتكلم عن الام وعن الاب وكده. طب الابناء اللي هم بيمسكوا الـ 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 الامهات والاباء بتوعهم وهم مضحيين عشانهم ومربيينهم وعاملين ويجي الابن يمسك امه ويشتمها ويهينها وهي عايزه تخليه احسن واحد ويمسكها يعني ست كويسه وقاعده جوزها مسافر ومعها اولادها ويجي ابني من اولادها متعلم في الجامعه متعلم ما بالك حضرتك ان هو متعلم متعلم وفي الجامعه وبيشتم امه يعني بيمسك امه وبيصلي بيقول الله اكبر. حاضر بيقول الله اكبر. حضرتك انت لازم الام تبقى كويسه والاب ما بنقولش حاجه. فين الابناء اللي هم الابناء في الحلقه القادمه ان شاء الله. انا بتمنى حاضر ان شاء الله مساله الابناء في الحلقه القادمه ان شاء الله. رقش قلب العيال شويه في الحلقه القادمه ان شاء الله ان ربنا قدر وقلنا يبقى خير ان شاء الله. الحاجه اميمه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ ازيك يا استاذ مولانا؟ وسهلا. ربنا يبارك في الدكتور حازم يا رب يديله الصحه والعافيه يا رب. امين يا رب. هقول لحضرتك انا بس سالت مره يعني شاب قلت له ايه الفجوه اللي بينك وبين ابوك يعني قال لي ثلاث نقط يا استاذ مولانا. اتفضل. ربنا يكرمك. قال لي ان الاب فاهم ان هو بيعرف كل حاجه والابن مش فاهم. قلت له يعني ايه؟ قال لي بتاثر علينا في المعامله انه مثلا ياخد القرار هو ويجبرني ان انا اعمل حاجه انا مش عايزها. ممكن يبقى انا عندي ميعاد عايز اروحه هو لا يقول لي لا سيب الميعاد ده وروح معادي انا واعمل لي الشيء الفلاني. ما بيخلينيش احترم نفسي قدام اصحابي ما بيدروش. بيقول لي قال لي تاني ما فيش مناقشه بيني وبينه ما بيحطش وقت للمناقش. قال لي كلمه بقى اللي قالها دكتور حازم دلوقتي قال لي ان هو ممكن يستهزئ بيا قدام اصحابه يعني يشتمني ويقول لي بالفاظ انا موافق انه يشتمني بينه وبين نفسي بيني وبينه لكن ما يهزئنيش قدام
اصحابه ويبهدلني رغم ان انا يعني شاب في الجامعه وكده وليا قيمتي. فدي حاجات بتعمل فجوه اللي بين الاباء والابناء. ربنا يكرمك وجزاك الله كل خير وسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. الاستاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يكرمك. وممكن اكلم الدكتور حاجه؟ اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور حازم؟ اهلا وسهلا. انا والله كنت نفسي اكلم مع حضرتك من زمان ونفسي حضرتك تدعي لي. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يسددك يا رب ويثبتك يا رب. اللهم امين. وانا عايزه بس اقول لحضرتك انت متزوجه؟ لا. ربنا يرزقك الزوج الصالح يا رب ان شاء الله والذريه الصالحه يا رب ان شاء الله. انا والله يعني موضوع الحلقه يعني كنت عايزه بس اقول ان انا يعني كان سبب ان انا حصل لي مشاكل كتير جدا كان سبب الفجوة اللي كانت بيني وبين والدي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ان انا من صغري وانا حاسه ان انا لوحدي كل حاجة. اي مشكلة تحصل لي مفيش حد بيتدخل خالص. اي حاجة كنت كتير اول بقى يعني محتاج حد يسمعني محتاج حد يوجهني. والدك والدتك فين؟ موجودين. بس في فرق كبير بينك وبينهم؟ في فرق كبير قوي. وبعدين انا يعني حصلت لي مشاكل كتير جدا وتعذبت كتير جدا. من رحمه ربنا ليا ان انا لجأت للدين ولجأت للقران وكان القران ده هو سبب هدايتي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ويعني انا بتصور كده اي واحده لو كانت عاشت الظروف اللي انا عشتها كانت ممكن تضيع ما كانش ممكن ان هي. بس الحمد لله دي من رحمة ربنا بيا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربنا يثبتك يا رب. أنا عايزة بس الدكتور حبيبي يدعي لي و إن شاء الله. حاضر. ربنا يبارك له يا رب. ربنا يثبتك ويسلمك يا رب. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ الفاضل؟ الله يكرمك ويعزك. بارك الله في حضرتك. الله يبارك فيك. وبارك الله في الدكتور حازم منور. ربنا يبارك فيه ويطول عمره ويحسن عمله. اللهم آمين يا رب. حضرتك عندي سؤال بعد إذن حضرتك. نعم. دلوقتي أنا منفصلة بقالي 11 سنة وعندي ولد. فحاولت كتير الاتصال ببابا الولد انه يعرفه بس معنويا وليس ماديا فطبعا كان بيرفض. فانا من ناحية تانية بقول لابني يا بابا يعني هو قدام ربنا سبحانه وتعالى مسؤول انما احنا لو احتاجت في يوم من الايام انك تشوفه او لا تمانع لان اللي بيحاسب العباد رب العباد. فهل انا دلوقتي خلصت ضميري من ناحية ابني ومن ناحية والده عشان قدام ربنا اللي الدكتور حزين بيقول ان كل في يوم القيامة هنسأل على كل حاجة صحيح. فهل أنا دلوقتي هل أنا قصرت من ناحية ابني أو أنا حاولت بكل الطرق لدرجة أن أنا تنزلت عن كل حقوق المادية وحقوق ابني كمان ولكن أنا بس كنت بطلب منه المعنويات أن ابني يتربى لو عايز يشوف ابنه لو عايز يشوف بابا كده هو رفض بابا رفض تماما وفي نفس التوقيت بقول لابني ما ببينش الابن النقطة فيه بل بالعكس أقول هو أكيد مشغول أكيد مش فاضي أكيد مسافر عشان نفسيته تبقى كويسة وفي نفس الوقت لو في يوم من الأيام حد إنه يشوفه ما يكونش فيه حاجز زيادة وأقول له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب مش إحنا. فهل أنا الله يكرمك يا رب وكرمك جدا فهل كده أنا مقصرة في حقي ولا ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. اتصال من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا بعد اذن حضرتك يعني في وجه الرسول عليه الصلاه والسلام انا شايف انه ما خلاش حاجه الا ما اشار اليها وعلمنا اياها يعني نعم يعني الموضوع اعتقد يتلخص في كلمتين ان شاء الله. نعم. يعني كل زوج ان شاء الله عند اتيان زوجته لو قال كلمتين اثنين اعتقد ان باذن الله لو قالهم بيقين هنتجنب كل المشاكل دي خالص. نعم. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا رب. يا رب. انا عايز مثلا ان الشيخ حازم لو يقول لنا ما يترتب على الكلمتين دول هتلاقي حضرتك ان شاء الله ما يترتب عليهم حل لكل المشاكل. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كم زوج وزوجة عند الزواج قبل يوم الدخلة يقرأ قرآن ويصلي ركعتين ما يترتب على ذلك؟ ارجو بس من الشيخ حازم يعلق على هذا الدعاء يعني بعد اذن حضرتك. ربنا شكرا جزيلا. الشيطان بيقول ايه؟ لاحتنكن ايه؟ ذريتهم. يعني معركة الشيطان مع ابن آدم على أولاده. معركة الشيطان كلها معاك على ابنك هو اللي هياخده ولا انت اللي هتاخده. فلما الأب بيتخلى عن ابنه هو خلاص انت بتسيبه لإبليس.
مشاكل. طب ايه رايك في الاسئله والمداخلات دي كلها؟ هي مش اسئله ولكن مداخلات واقعيه. تقول والله إيه؟ والله البنت اللي بتقول ان في فجوه بينه محدش بيسمع كلامي. انا حاسه ان انا لوحدي في الشغل. جواهم بركان عايزين يقولوا لاهاليهم انت الوقت بتغضب عليها ليه، انت الوقت خسرت فلوس بره، انت دلوقتي حصل لك مشكله في شغلك، انت جايب تزعق لي ليه، انت بتقابل اصحابك بره تضحك معاهم وتقابلهم كانك اطيب انسان في الدنيا وتيجي انا تتنرفز عليها ليه، انت 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 بتغضب مني ليه؟ ما هو زي ما في حاجه اسمها عقاب في حاجه اسمها تشجيع. اما بتقول لي لا، بتقول لي لا من غير ما تديني مبرر ليه، ما تقنعني. انت عايز اطلع احسن منك، هو انا هطلع احسن منك لما اكل اكل احسن من اللي انت اكلته؟ لما البس لبس احسن من اللي انت لابسه؟ انا كده مش هطلع احسن منك، انا كده هطلع اتخن منك. بس انما احسن دي مش هتحصل. انا اطلع احسن منك لما انت تربيني، لما تديني خبرتك، اقوم انا اخد خبره حياتي بعد الخبره اللي انت خدتها. انت الاولاد جواهم بركان تجاه اهاليهم، بركان. ليه يعني؟ ليه يا والدي الفاضل؟ ليه يا امي الفاضله؟ ليه ابنك يحب المدرس اكتر منك؟ ليه ابنك يحب صاحبه اكتر منك؟ ليه ابنك يلف في الدنيا كلها يشكلها همومه الا انت؟ ليه ابنك يدور في الدنيا كلها على حد ينصحه الا انت؟ ليه انت اخر باب الابن بيفكر فيه؟ ولو ما لقاش غيره مش هيفكر فيه. ليه وصلت العلاقه لكده؟ ليه الام كل قضيتها في البيت؟ يعني معلش يا جماعه، انا عارف ان عقوق الابناء العقوق يعني من الابناء للاباء وصل لدرجه رهيبه. صحيح. انما معلش ده احنا بنتكلم دلوقتي في مجال تاني، بنتكلم يعني مش بننكر الوجه الاخر. انا بتكلم لك احنا الحلقه محدده بعوض. بنتكلم في نص الفجوه، نص الفجوه، جزء من الفجوه. الفجوه اللي عملها الاباء اساسا اللي عليهم الخطوه الاولى. انت دلوقتي بتصحي من الصبح طالع طبعا مش قادره، بتموت، بتصحي الصبح تاكل عيال وتلبسي وبعد ترجعي تطبخي وتصرخي عشان كل عيل ياكل وتصرخي عشان كل عيل يذاكر وبعد كده تتفرجي على التلفزيون تنامي قدامه عشان تاني يوم تصحي. نعم. ابوهم يخرج يشتغل يرجع يزعق زعقتين في البيت وبعد كده ياكل وينام. انت قلت جمله وانت بتتكلم دكتور حازم، بتقول مسؤوليه الاب. نعم. انت بتقول الاب عليه هو العبء، هو اللي يبدا يعمل ايه؟ الاب يعمل ايه؟ يعني انتوا لو عايزين الوقت توصيه عمليه بعد الحلقه دهيت فعلا انك انت ترجع تاخد مكانك. مراتك مستنياك، مراتك محتاجاك، ابنك مستنيك، بنتك مستنياك. اول حاجه بعد الحلقه دي على طول اتصل باي محل دليفري لو انت معاك فلوس خلاص وهاتلهم عشاء. لو معكش فلوس مراتك تقوم تعمل عشاء ايه على حسب ما ربنا رزقك. انت جعان يا استاذ ملام؟ ان شاء الله. انا بني جعان. انا جعان. فاحنا بعد اللي برضو عند الحلقه عشان ان شاء الله. ما انت بتكلم عامله فتنفذ بقى. ان شاء الله باذن الله. هات بيتك. هات مراتك. وهات اولادك واقعدوا مع بعض يا جماعه، اقعدوا مع بعض، اسمعوا اولادكم، اسمع اولادك. انا عايزك بكره وتعمل الموضوع ده كل اسبوعين، والله هتجني ثمار خطيره. بكره قول لابنك، هات ابنك لوحده كده، قول له تعالى يا ابني هننزل نتغدى مع بعض لوحده، واقعد قول له مشاكلك ايه. نقطه، انت بتتكلم كلام جميل، بس انت بتقول الاب يرجع ويتكلم ويعمل دلوقتي. هو مفيش اساس الحوار من البدايه، يبقى هرجع حوار دلوقتي ازاي؟ بص يا سيدي. بص يا استاذ ملهم. ايوه. ما هو مفيش حوار، بس ده حته من قلبه. يعني انا بوصي مين بمين؟ ده انا بوصي واحد بحته من قلبه. ده انا بوصي واحد بكبده بوصي. يا استاذ ملهم، لازم كسر الحاجز ده. أيوه. كسر الحاجز ده بخطوه. الخطوه دي ايه؟ خد ابنك وقول له مشاكلك ايه يا ابني. الابن مش هيستغرب. انا هستغرب من ابويا؟ انا هستغرب من ابويا بيحبني؟ انا هستغرب ان ابويا مهتم؟ انا مش هستغرب. ده الغريب ان الاب معتقد ان ابنه هيستغرب. الغريب ان الاب ممكن يعني مكسوف يقول لابنه انا بحبك يا ابني وعايز اتمم مشاكلك. انت مش قادر انك انت تشوف انك شكله يقعد معاه. مشاكلك ايه يا ابني؟ انت اللي بتحب. طب يا ابني انت عندك مشاكل، طب انت عندك هموم، طب انت اسمع ابنك وما تنتقدوش. ما تنتقدوش. الاباء اللي بيقعدوا ينتقدوا اولادهم، الامهات اللي بيقعدوا يعايروا اولادهم، انت بتعاير ابنك، بتنتقد ابنك. ابنك سقط يا فاشل، يا ساقط، يا ساقطة، يا فاشلة، يا اللي مش عارف عملت ايه وكل الناس نجحوا. لو ابنك مثلا كان عنده جرح في وشه ولا حاجة، يعني الواحد شاف بعض حاجات من كده، يا اللي وشك مش عارف ايه. انت كل ما الابن يخنق ابوه او يخنق امه يقوموا ضاغطين على الدم اللي بيوجعه. الدم اللي بيوجعه سقط سنة، الدم اللي بيوجعه حاجة. ابن طلع اسمر، طلع اسمر جدا مثلا. يعني خلق الله رضيت بالله يا رب، ده باذكار الصباح والمساء. يا دكتور انا رضيت يا رب. انا بشقى، ما هو انا بشقى وبجتهد وبتعب عشان انجح، عشان يبقى كويس. إيه؟ انا بتعب وبجتهد وبشقى عشان اجيب لهم اللقمه والعيش واجيب لهم مصاريفهم عشان ادوهم نماذج حلوه. ما استاذ ملهم، يعني مصاريفهم ده جزء من احتياجهم. أيه؟ يعني في الطب على سبيل المثال، ما انا لازم اوبخه ان هو يقول لك الفول وجبه غذائيه ايه. نعم.
متكاملة العناصر اللي هي متكاملة، فيها فيتامينات، فيها دهون، فيها مش عارف ايه الموضوع ده كله. لو انا قعدت اكل واحد بروتين ما ادتوش نشويات هيموت. لو قعدت اكل واحد اكل واحد فيتامينات ما ادتوش بروتين هيموت. ما ينفعش، لازم كل حاجة. الاكل ده جزء من الاحتياج. جزء. فين الاحتياجات الثانية؟ فين التربية؟ فين البناء؟ يا جماعة يا جماعة، سيدنا يوسف لما وقع في مشكلة حصل له مشكلة، مشكلة إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأي، يا أبتي لما حصل له المشكلة راح لأبوه، جه لأبوه. الله الله. بينه وبين أبوه في 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 جسر بينه وبين أبوه، مفيش فجوة بينه وبين أبوه. لا يمكن يوسف كان هيجري على أبوه إلا لو أصلا بينه وبين أبوه 100 قعدة قبل كده. تمام. وده طفل صغير. هو يوسف كان عنده قد إيه؟ ويوسف كان راجل كبير، الكبير ابنك خويه، وابنك هو صغير، وابنك هو صغير. ما تاخد ابنك يا أخي وتروح تزور قرايبك وتروح تزور، كبره يا أخي، خدوا وقعدوا في عادات الكبار، قعدوا معاك في عادات الكبار، كبروا، احترموا. هات اولادك وقعدوا يا اولاد، والله في مشكله كذا في البيت، نحلها ازاي يا اولاد؟ لغه الحوار الخطوه الاولى على الاب. افرض الاب دخل يا استاذ ملام، لا ابنه قاعد قدام موقع قذر على النت، لا ابنه بيشرب سيجاره، يعمل ايه؟ يا بيفضحه، يا بيشهر نص الدنيا كلها، يا بيضربه، يا بيطرده، يا بيشتمه. طب هو ده رد فعل؟ يعني انا دلوقتي انت ليه تحسس ابنك انك انت طوق حوالين رقبته؟ انت لازم تبقى طوق نجاح لابنك، مش قط حوالين رقبته. خليك طوق نجاح حياتك. ابنك بيغرق، تقوم انت واقف يا اللي بتغرق يا اللي انت يا كلب اطلع. هو لو يقدر كان طلع، هو لو كان قادر ينقذ، هو مستنيك تنقذه، هو بيجري عليك عشان تنقذه، قمت ضربه بالقلم. ما تقفلش جرح على الصديق اللي فيه. انت بينك وبين ابنك حاجات لازم تتنضف. اقعد معاه، كلمه، سمعه دين، كلمه عن ربنا، انقل له خبره حياتك، انزل اديله مزاد، اتصل بيه قول له انت فين يا ابني، انزل لبنتك مدرستها وخدها تمشيها من المدرسه للبيت واتكلم معاه، اعزم اولادك في، ثبت معاد. يعني كل ده بقى في التوسط العمليه الاولى في الاخر ان شاء الله. حاضر، نستقبل اتصال. اتفضل. نستقبل اتصال ام عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. انت منورين الشاشه والله. انت اللي منوره بدخلتك معايا. الله يخليك. انا حضرتك عاجبني كلام الشيخ حازم. حازم. فعلا هو الفجوه فعلا بتيجي من الاب والام. اول حاجه المفروض نعلمها للطفل من صغره الاسلام، ازاي ده حرام وده حلال، احترام الوالد، احترام الوالده، احترام الزوج للزوج امام الاولاد. دي حاجه مهمه جدا، يطلع الطفل محترم ابوه ومحترم امه. نعم. التناقش بين الزوج والزوجه في الامور الخاصه والعامه بينهم وبين مش قدام الاولاد. فيه منازعات، فيه اي خلافات المفروض ما تتقضاش قدام الاولاد. طلع الطفل على الصلاه والاذكار وخاف من ربنا في دي وخاف من ربنا في دي، صدقني هيطلع الطفل يكبر على دينه وعلى اسلامه، يحترم الاب والاب يحترم ابنه، وبكده هيطلع طفل راجل مخلص. نعم. لربنا. نعم. والدينه والوطنه والابوه والامه، وهيبقى مجتمع يعني اسلامي اسلامي. نعم. فعلا ربنا يعني يكرمك يا رب. ولكن لو الطفل طلع على ازاي النزاع موجود والخلافات موجوده، بالتالي هيطلع على كده. يعني الاحترام الديني والاحترام الاباء امام الاولاد. تمام. هيطلع الطفل محترم ابوه والاب محترم ابنه. والصداقه، الصداقه مهمه جدا بين الاباء والابناء زي ما بيقول الشيخ حازم. الصداقه مهمه جدا، الصداقه بين الام والبنت والاب والابن، دي الصداقه مهمه جدا، هتخلق مجتمع اسلامي وان شاء الله. يعني الصداقه مع عبد الرحمن ان شاء الله. حاضر. ان شاء الله. شكرا جزيلا. الاستاذ رحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، يكرمك. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. دايما موفق ومسدد في اختياراتك ان شاء الله. ازيك يا شيخ حازم؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يجازيك خير يا رب على كل كلمه بتقولها. امين يا رب. والله انا كل ما بسمعك بحس ان انا لازم اقوم اعمل حاجه. يعني طب لما الحلقه تنتهي الدكتور حازم هيقول توصيات مهمه. لازم ننفذها كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. والله انا على طول انا ماشيه بشرايطي وشنطتي على طول، والله بوزعها في كل حته وفي كل مكان. يعني طب قولي لنا يلا اسباب الفجوه. طب انا بس عايزه اسال سؤال في نفس الموضوع الحلقه. يعني طبعا حضرتك معايا دكتور حازم ان لازم الاب يجبر ابنائه على احترامه او على بره. يعني معايا انه يعين اولاده على بره.
بيعين يعني بتصرفات الاب برضو ان هو بيجبرهم ان هم سلوكياته يعني. فلو الاب ليه بعض التصرفات الخاطئة يعني الحمد لله بفضل الله منتقل وملتزمة الى حد ما بفضل الله ونعمته يعني ربنا يثبت. يعني بفضل الله برضو انا مش بحاول يعني ايه مش بحاول اظهر ده بس انا من جوايا بحس ان انا مش قادرة احترم ابي يعني مش قادرة ودوت يعني ناتج عن بعض تصرفاته. تمام يعني ليه تصرفات خاطئة مثلا ممكن تصرفات يعني تغضب ربنا بحس ان هي ممكن تغضب ربنا ممكن هو يعني سنا يعني طبعا هو عنده مثلا حاجة 60 سنة فيعني بيسمع اغاني كتير لحد دلوقتي يعني مثلا حاضر رسالتك وصلت حاضر شكرا جزيلا الاستاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل استاذ حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون. ايوه استاذ مولى معايا. اتفضل ممكن اكلم الشيخ حازم؟ اتفضل اتفضل يا اخي اتفضل يا حبيب قلبي. انا بشكر الشيخ حازم جدا على موضوع الحلقه. استاذ مولى بل اتفضل بس سريعا استاذ احمد عشان الوقت استاذنك بس الوقت بيمر سريعا محتاج كل دقيقه معايا. بقول قول يلا قول لي اسباب الفجوه بين الاباء والابناء. ماشي حاضر يلا اتفضل الله يكرمك. هو الغلط كله على الابناء مش على الاباء. هو العيب في الابن مش الاب. حاضر العيب في الابن مش الاب. انا ابني وبقول لحضرتك الغلط على الاباء مش الابناء فلازم الابن بس يتحمل ولده شويه ويصبر عليه. شكرا استاذ احمد شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. اهلا يا محمد. لو سمحت انا ليا مداخله وليا سؤال برضو. اتفضل. هو دلوقتي العيب حضرتك بتقول على الاباء مش الابناء كويس حضرتك؟ لا هو المسؤوليه واقعه على الاثنين الاباء والابناء. ماشي احنا بنركز النهارده على نعم. طيب انا دلوقتي يعني ام هي مشكله الامهات دلوقتي ان هي بتبقى ام واب في نفس الوقت. صحيح. ازاي يعني مثلا لو انا بتكلم حضرتك وزوجي موجود دلوقتي يعني انا اللي دايما بقعد اقول له كلم الاولاد واقعد مع الاولاد والمفروض ان هو يقعد معهم ولو ساعه واحده في الاسبوع. صح كلامي ولا لا؟ تمام. فانا دلوقتي لما بكلمه بيعمل معايا مشاكل ويقول لي اسكتي. طيب حاضر. طيب لا هو في معلش حاجة تانية يا ريت معلش حضرتك بس تصبر عليا شوية صغيرانين. اتفضل. ان دلوقتي انا بجري على اني انا عايزة احد يجي احفظهم قرآن واقعد اتحايل عليه ما ماشي بيطنش شوية ومرة يقول لي حاضر. الحاجة التانية انا عايزة انبه انا مدرسة على فكرة. ما شاء الله. في حاجات كانت بتحصل لنا معانا من زمان في المدارس. افتقدنا حاجة مهمة جدا الندوات الدينية والشيوخ اللي كانوا بيجوا في المدارس. فياريت الحاجات دي نهتم بيها يعني انا كمدرسة لما بدخل حصة في المدرسة بكلم الاولاد بيبقوا كويسين. تمام. حاضر. نعود دكتور حازم لمسألة ان احنا بنتكلم سيدنا يوسف عليه السلام لما حصلت له المشكلة وجه الرسالة لا باب ابوه مفتوح. لا في حوار بينه وبين والده. في صدر حنون. في اب بمعنى يعني كل معاني كلمة اب. لا اب يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. رأيته الشمس والقمر لهم مين؟ ابوه وامه. نعم. ابوه وامه. ربنا شبههم بالشمس والقمر ليه؟ لان الشمس والقمر منورين الارض 24 ساعة. الشمس والقمر دائبين ما بيبطلوش مجهود. هي دي التربية. ان الام والاب قاعدين يربوا ليل نهار. التربية ده مجهود. أيوه. استاذ ملهم درس الليلة هو تفعيل لواقعنا لقول الله سبحانه وتعالى في حياتنا يوصيكم الله في اولادكم. هو الناس فاكره ان الايه ديت مجرد ايه في الورث. يوصيكم الله في اولادكم. ابنك محدش هيربيه غيرك. من يوصي؟ يوصيكم الله. الله في اولادكم. مش الدكتور حازم سبحان الملك الكريم. يوصيكم الله في اولادكم مش يوصيكم الله مثلا باولادكم. وضح اولادكم. يوصيكم الله في اولادكم. محدش هيربي ابنك غيرك. ايوه. مفيش لابنك غيرك. محدش بيحتل الموقع الخطير في قلب ابنك غيرك. اليتيم هيروح له حد يكفله. المسكين هيروح له حد ينفق عليه. انما ابنك خلاص ده له اب محدش يعمل له حاجه. ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفه ذليلا. ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت
تخلت او ابا مجهولة. هي الام تخلت، هي في ام تتخلى، ده الام قتلت نفسها عشان اولادها، تخلت عن التربية، تخلت عن المسؤولية. فالابن قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، نارا قوا، معنى ان ربنا بيقول للاب قوا، يبقى ربنا يعلم ان هو ده اللي يقدر يحميه، انت اللي تقدر تحمي ابنك، محدش تاني يحميه. يعني انت كل حاجه بره البيت بتفسد الابن. يعني انت بتوجه الرساله دلوقتي يا دكتور حازم للاب، بتقول له ارجع لبيتك، ارجع 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 لبيتك. ارجع من الغيبوبه اللي احنا بقينا فيها دهيت. اولادك هيضيعوا، اولادك في خطر، اولادك محتاجين لك، اولادك هيهلكم في الاخر، يا اما هتحصل مشكله في الدنيا ربنا يعافينا، يا اما يوم القيامه هتندم وانت شايف ابنك بيتسحب قدامك. انت تحب ان ابنك يتسحب من ايديك الى النار والعياذ بالله؟ لازم يرجع، لازم يرجع، يرجع لمراته ويرجع لبيته ويرجع للمسؤوليه اللي عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. الاب مرعوب ان ابنه يتقتل، صح؟ لا نعم. طبعا ده مرعوب، ده مرعوب ان ابنه احد النساء مره خبطت على باب من البيوت، ست كبيره، انا معلش قوني وانا الليله ومسافره، ده قصه حقيقيه وجدت قبل كده في دخلوها نايموها مع الاولاد في اوضه الاولاد. الاب صحي من وسط الليل كده لقى الست شايله شنطه وخارجه، تخيل بس، كانوا بنات واقفين ده في ايديه، بيقول لها شنطه ايه ده؟ قالت له ده انا نازله. طب شنطه ايه؟ بيفتح شنطه لقى ايدين ولاده متقطعه ومحطوطه جوه الشنطه بالدم اللي فيه، قتلت ولاده وخد. طبعا دي قصه مفزعه وتفزع كل اب، طبعا اولادي يتقطعوا، واحده تقطعهم، ما هو انت سبت مكانك ما تزعلش ما حد يدخل، انت بتسيب ابنك اشد من هذا الرجل، او انت بتعرض ابنك لهلاك اشد من هذا الرجل. يا جماعه لازم ناخد مسؤوليتنا تجاه اولادنا. الاب اللي بيقول ابني بيضيع مني، ما هو لسه بيضيع. الام اللي بتقول ده فلانه خطفت ابني مني، ما هو مخطوف من زمان، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. يعني الاب بيخاف على ابنه ان هو يتسرق، ان هو يتقتل، ان هو يحصل له اي حاجه، ان هو يجوع. طب والخوف على دين الابن، والخوف على تربيته. ما هي المشكله كمان يا دكتور حازم، زي ما يعني احد اللي اتصلوا بينا اللي بيقولوا ان في فراغ ديني موجود، ان في ما فيش في صداقه بين الاب والابن، ان انا مش عارف اتكلم معاه، هو مش حاسس بيا، هو مش عارف كده. ربنا طب بيقول بقى ايه؟ في فراغ ديني. هو ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نارا، نار. ابنك هيروح جهنم. ربنا بيقول لكل اب كده، ابنك هيروح جهنم. بنتك هتترمي في جهنم. ابنك اللي انت بتصحى في عز الليل تقفل شويه الهواء عليه من الشباك عشان يجي له برد، هيترمي في جهنم قدام عينيك. فربنا بيقول لك خاف على قوة وليه انفسكم واهليكم. الاثنين مع بعض ليه كده مع بعض؟ هي الاسره سفينه واحده، لو واحد حفر فيها كله هيغرق، ممكن ابن يدمر اسره. الاب دلوقتي لما انت وجهت له النصيحه وبتقول له عد لبيتك وعد لولادك وعد لزوجتك، لان دول في رقبتك، هو ولو ما قامش مسؤوليه هو والعياذ بالله ممكن يروح النار وما يروح النار. انا متاكد ان احد المشاهدين وكتير من الاباء الوقت متاثر بهذا الكلام، وبقول لك طب ازاي اكسب محبه ولادي. ايوه ربنا يبارك في حضرتك. الاب يقول لك طب انا اعمل ايه؟ ابني ما بيحترمنيش. بص استاذ منى، رقم واحد بس معلش، بدايه احنا بنقول الوقت الفجوه ما بين الاباء والابناء، والفجوه ما بين الازواج والزوجات، فجوه ما بين الناس وبعضها، فجوه ما بين الجار وجيرانه، صح ولا لا؟ صحيح. الفجوه ما بين المخلوق والمخلوق اساسها الفجوه بين المخلوق والخالق. الله، ده البدايه. أيوة. ان اصلا في فجوه بين المخلوق والخالق. انا لما بقول الاب عوده اب، عود لربنا. واحد طبعا انا الكلام ده مش هجوم يا جماعه، الكلام ده توجيه، بعض الناس ينطبق عليه جزء منه، بعض الناس ينطبق عليه كله، بعض الناس ما شاء الله ما ينطبقش عليه. انا بقول عود لربنا الاول، ابني ما بيحترمنيش، اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين ابنك. ابني فاسد، اعمل ايه؟ ابني عملت له كل حاجه فاسد، ما يمكن بتاكله حرام، المال الحرام طبعا. البنت اللي ماشيه متبرجه في الشارع دي مال حرام. دي مال حرام. الابن الفاسد اللي ما بيتصلحش ولا ابوه عارف يعمل له حاجه، ده مال حرام. ما ممكن مال حرام والمال الحرام بقى منتشر. يبقى اول حاجه. تاني حاجه، ايها الاباء، ايها الامهات، يا جماعه والله العظيم انتوا كلامكم، انا هو يعني انا امي ربنا يبارك فيها يا رب، يا رب الله، يا رب اللهم امين، يبارك لي فيها يا رب ويعني على برها اعظم البر يا رب، وكل الابناء يا رب، وابويا الله يرحمه. يا جماعه والله العظيم الابن كلمه الام والاب بالنسبه له دول قانون. يعني انا مش عايز اقول كلمه الام والاب بالنسبه له ده القران، يعني كلمه الام والاب بالنسبه له قانون. انا افتكر وانا في سنه اولى كليه، سنه اولى كليه دي كان الواحد ايه بيلتزم وايه يعني ايه يعني ما خدش خطوه ايه بين البنين كده. فبدات اصلي في الجامع، فجاء مره ووالدي شايفني بصلي في الجامع، فجيت مره قعدت قلت ايه لا ايه اريح بقى من الجامع وما اصليش، فاصلي في البيت وكده. فوالدي قعد بيتغدى، فقال لي انت خد بالك بيتغدى يعني هو يعني هو فبيقول لي انت ما نزلتش تصلي في الجامع ليه؟ قلت له هصلي في البيت. قال لي لا، ما دام اتعودت على الصلاه في الجامع اوعى تقطع صلاه في الجامع. الكلام ده في حاجه؟ لا، الكلام ده خطير يعني. يعني الكلام ده خطبه رنانه والله العظيم. حتى الان 16 سنه ما سبت الصلاه في الجامع. كلمه اثرت، ابويا
ابويا بينصحني، هو بينصحني كلمه قليله، ابويا اللي انا جزء منه اصلا دي كلمه قليله. انت فاكر انك انت كلامك عند سيدنا يوسف لما راح لسيدنا يعقوب بيقول له يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايته، قال يا بني ايه لا تقصص رؤياك على اخوتك. انا عايزك تركزي معايا وعايزك تركز معايا عشان تعرف تاثيرك في ابنك قد ايه. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كده. ليه؟ انا عايزك تجيب كل كلمه قالها سيدنا يعقوب وبعد 30 40 سنه هطلع لك الكلمه من كلام سيدنا يوسف اتغرزت جوه قلبه. ان الشيطان للانسان عدو مبين. سيدنا يوسف في اخر الصوره من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. في اخر الصوره رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما تم من قبل على ابويك ابراهيم واسحاق. زي نفس الكلمه واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس يقول ان ربك عليم حكيم. ها ان ربي لطيف لما شاء انه هو العليم الحكيم. ما فيش كلمه ابوه قالها له ما اتغرزتش جوه قلبه وفضل طول عمره جواه. هو الاب ده ربنا بيقول فاذكروا الله كذكركم ابائكم. مش انت تكره الكلمه دي؟ انا عمري ما فهمتها غير لما شفت يعني اخواني بيتكلموا عن ابائهم ازاي. مهما كان ابوه بسيط يتكلم عن ابوه حسيت ان ابوه ده اعظم واحد في الدنيا، فخور بابوه، معتز بابوه، فخور بكل كلمه من ابوه. ليه مستقل دورك في اصلاح ابنك؟ ليه ليه مستقلين دورنا؟ ربنا بيقول قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجاره. مين اللي يقدر يبقى حاطط جهنم؟ يعني الوقت بيمر سريع واحنا قدامنا 3 دقائق بالظبط، فنشوف التوصيات ايه ايه اللي نعمله بقى في نهايه الحلقه ونتوجه لنا ان شاء الله. اللي نعمله في نهايه الحلقه بص يا استاذ مولانا ربنا يبارك في حضرتك يعني اللهم امين ويبارك في الدعاء جميعا يا رب. اول حاجه يعني اول حاجه بدايه يا حبيب قلبي اللي لسه ما اتجوزتش يا اللي لسه اتجوز اما تيجي تختار ما قبل ما تختار زوجه ليك اختار ام اولادك. وانت قبل يا بنتي ما تختاري زوج ليكي اختاري اب لاولادك. قبل ما تختار البيضه والسمره والجرين ايز يا حبيب قلبي كله في الاخر هيبقى ريحه البصل وتسريحات المطابخ العالميه كل خصله في اتجاه بقى يعني كله محصل بعضه. وده اللي ما اتجوزش. اللي اتجوز يعني هو ما تدري نفسه باي ارض تموت خلاص عليه العوض يعني انت خلاص اللي حصل حصل. اول حاجه توصيه فوريه توصيه فوريه. احنا دلوقتي بنقول وصال العشر اللي نلحق منه بقى سريعا. توصيه فوريه. اول حاجه الليله قلت لكم العشاء يا جماعه اقعدوا مع بعض اقعدي قومي اعملي عشاء قومي انت ليكي تاثير في زوجك خطير وانت ليك تاثير يا جماعه. ده الاسره دي ربنا بيقول ها ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك الا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه احسانا بعد الا تعبدوا الا اياه ربنا بالوالدين يعني بعد ربنا الاسره يعني تاني رابطه في الوجود في القوه بعد رابطه الانسان صله الانسان بالله رابطه الاسره. نعم. انت فاكر ان انت فاكره انك انت بقالك عند جوزك قليل وانت بقالك عند مراتك قليل وانت فاكر ان ان انت ابوك يا جماعه ده انتوا اكثر رابطه في الدنيا. قوموا اقعدوا مع بعض وابدا اسمع مشاكل اولادك. نعم. وبكره خد واحد واحد من اولادك بقى لوحده لوحده واقعد وانت اعمل كده مع اولادك وكل اسبوعين تعمل كده يا ابني ايه مشاكلك يا حبيب قلبي. قول يا حبيب قلبي اعتبر واحد يا عم وهزر مع ابنك واتكلم مع ابنك. الحاجه الحاجه الثانيه تطهير البيت. قوم الليله طهر بيتك. انت الوقت عندك قنوات فضائيه قدر انت بتعمل ايه؟ انت بتسمم اولادك انت قاعد اولادك ابنك قاعد يتسمم وبنتك قاعده تسمم وانت ساكت ازاي؟ واحد وواحدة قاعدين في منظر مخل في الشارع جبتهم وجبت كنبة في بيتك اقعدوا هنا يلا اولاد اتفرجوا عليهم. انت جبت اللي اشد وفرجت اولادك عليهم. ما ينفعش يا جماعة. تطهير البيت تمام. شيك يا اخي على النت شوف الهارد ديسك بتاع اولادك كليك كليك شيك على شنطة بنتك على النمر المحمول اللي على تليفونها وتليفون ابنك. يبقى اول حاجة تطهير البيت. احنا قلنا دكتور حازم مسألة اختيار الزوج والزوجة في البداية مسألة التطهير الفوري مسألة تطهير البيت من كل تطهير البيت والرقابة المستمرة واللقاء الاسبوعي والعبادات والصدقات والقران. لا ده لسه ما قلناش ما هو عشان بس الوقت انتهى. طب نختار اهم حاجه ما هنستكمل في حلقه قادمه ان شاء الله. هنستكمل ايه؟ يوم الثلاثاء ده دي عايزه حلقه لوحدها ان شاء الله. لنا الشرف وسلمنا ان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى ونستكمل. انا عارف مشاهدينا الكرام دلوقتي بتقولوا طب سيبوا الدكتور حازم يتكلم يا مولانا لو سمحت. انا يعني في وقت ان شاء الله ونلتقي في حلقه قادمه وانا سعيد بحضراتكم وسعيد بالدكتور حازم. انا بس احب انوه في النهايه الرسائل اللي وصلت لينا من مشاهدينا الكرام من اسباب الفجوه
بين الاباء والابناء عدم اعطاء الثقه والتعبير عن النفس بصدق وصراحه مع عدم غياب احترام الوالدين. انا ابي دائما بعيد عني، عمره ما قال لي كلمه جميله، ودائما يدعو علي بالشر من دون سبب. انا خايف ان ربنا يستجيب دعاءه. اسباب الفجوه المال الحرام، انتبه ايها الاب. الاب الذي لا يناقش ورث هذا عن ابيه، الذي لم يناقشه، اقترف تدريس هذه العلاقات في المدارس، محب السنه. اهم سبب في الفجوه عدم التربيه على منهج القران والسنه. سبب الفجوه بين الابناء والاباء عدم هي الاستقاله الجامعيه للاباء في التربيه. برضو مساله التربيه هي مش عارف اقرا دي. احترام الوالدين في البيت يؤدي لاحترام الابناء لبعضهم. ابو محمود من الاردن. سبب الفجوه عدم تربيه الاباء الابناء على الدين الاسلامي من الصغر. في بعض الرسائل تانية انا مش عارف يا جماعه عشان ما اخطاش فيها. ايضا مشاهدينا الكرام، انا في النهايه باسمكم بقول ان احنا الملف شائك، ملف مهم جدا، بيخاطب الاب والام، يخاطب الابن والبنت. احنا في الحلقه الاولى من هذا الملف الشائك تكلمنا فيه مع فضيله الشيخ منصور رفاعي بيت، وركز على دور الام ومسؤوليه الام واهميه الام في دور التربيه ودورها في مسألة الفجوة بين الاباء والابناء. في الحلقه الماضيه، في حلقه الثلاثاء الماضي، كان معنا الدكتور صلاح زيدان، ركز على مساله الحوار بين الاباء والابناء. ليه حوار الصمت بين الاباء والابناء؟ ليه في صمت، في فجوه بين الاباء والابناء؟ فركز وقال لك ان انت بتقول ان احنا عايزين نركز الان على مساله الحوار بين الاباء والابناء وهم كبار. قال لك لا، ده كلام غلط، لازم نركز من البدايه، من ساعه التربيه. في حلقه اليوم ركزنا مشاهدينا الكرام مع الدكتور حازم شومان على مساله عوده الاب اللي مسافر، الاب اللي مطلق، الاب اللي سايب بيته، الاب اللي شغال النهار. كل ده اتكلمنا فيه في حلقة اليوم. انا هنفذ طلب حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى، وكتير من الرسائل اتت ان احنا بنتكلم عن مسألة احنا بنركز على الاب وركزنا على الام، هنركز على الابناء في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ان كنا من اهل الدنيا. مشاهدينا الكرام، اذكر حضراتكم مرة اخرى بمسألة ندوة سيد عبد المنعم الصاوي الزمالك اسفل كوبري 15 مايو في قصص وعبر من القرآن الكريم في يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى الساعة 6:30 ان شاء الله تبارك وتعالى. في انتظار حضراتكم، والدعوة مفتوحة للجميع. مشاهدينا الكرام، في انتظار حضراتكم في حلقة الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع ملف شائك ايضا. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من قصة قناة الرحمة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.